طبعا درب الساعي يعني هو يعني يسوونه في وقت يكون في يوم يعني قالي علينا اللي هو اليوم الوطني، والفعاليات اللي موجودة تعكس حق الزوار ثقافتنا، وهذا شيء طيب صراحة. فعاليات ما شاء الله ما عليها كلام، ممتازة وفعاليات متنوعة للأطفال والكبار ما شاء الله. أشوف على أن الثقافة عندكم موجودة ومحافظين عليها ما شاء الله. نهني دولة قطر بإذن الله على بالعيد باليوم الوطني حكومة وشعبا، والله يديمها إن شاء الله لمن ولمن في هالبلد الطيب. والله طبعا انا دائما من المحبين لما يكون فيه درب الساعي، طبعا في مورثات لهالقطر. طبعا الاشياء اللي نعرفها انه ايش فيه العرضه اللي تحيلون فيه عيالنا، نعلمهم ونثقفهم. طبعا اللي ما يجيب عياله في الفرصه هذه الولد ما عنده. طبعا في صيد السمك، في مثلا تثقيف العيال عن المهرجان. درب الساعي ليش سموه درب الساعي؟ دائما ايش الناس تجي وتاخذ من درب الساعي الثقافة. فعليات والله ما شاء الله ما عليها مقصور، ما قصروا صراحة. كل سنة نشوف شيء جديد، وكل ما صار شيء جديد كل ما احنا اخذنا وغيرنا اخذ. بالعكس كل ما سوى الفعاليات هذه احنا صرنا نتمناها كل سنة هذه طبعا، وكل ما زادت بعد احسن لنا ولغيرنا بعد. ترى الشعر جزء لا يتجزأ من المجتمع القطري، وله أهمية جدا، يزرع الهوية الشعبية والوطنية في الطفل من الصغر لما يحفظ القصيد، فما بالك إذا صار شاعر يخدم وطنه، يخدم مجتمعه بالشعر اللي يكتبه، بالمشاعر اللي يوصلها، بالتأثير اللي يأثر به في الناس. هذا من جهة. من جهة ثانية، الشعر منذ الأزل هو له قيمة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لن تترك العرب الشعر حتى تترك الإبل الرغاء. هذه أهمية الشعر. درب الساعي يعني ملتقى يعتبر، وشيء ينتظره كل هالقطر كل سنة، فما فيه أي شاعر راح يرفض أنه تكون له أمسية في هذا المكان، من أجل وجود الجمهور ومن أجل تعزيز دور الشعر. من عهد جاسم بن محمد إلى الحين فعائلا غطت رمال البسيطة والعود أبو مشعل زبون المخلين، جرح تقاضابه وجرح يخيطه، باني قطر راس الهرم وأحمر العين، كل الصعايب في يدينه بسيطة. تميم يمرنا وحم مستعدين، نغرف بحر حتى يوقف محيطه، أيماننا من كثر ما فعلها زين الله خلقنا كف فوق الخريط. والله ما شاء الله الفعاليات طيبة، والمكان ما شاء الله شرح، وما شاء الله حتى العيال استانسون، و نحرص دائما ان احنا نجي هذه الاماكن ان ننمي الثقافه ونخلي العيال يتعلمون ويتعلمون هذا الموروث الإقطري، خاصه فان هذه المناسبه دائما درب الساعي يحطونها في ايام تكون غاليه علينا جميع اللي هي ايام اليوم الوطني. وما شاء الله يعني الاجواء طيبه، صح شوي تاخر البرد السنه لكن ما شاء الله الاجواء طيبه نوعا ما، والحضور ما شاء الله طيب، والفعاليات متنوعة. مثلاً الإبل والخيول، الخيول برد والصقور وال يعني كل أنواع، خلنا أقول لك تجمع بين البدو والحضر، صوب السيف تحصل القارب والبحيرة وصيد السمك هناك، الألعاب والمطاعم، يعني كل تلبي كل رغبات المجتمع، خلنا أقول كبار وصغار عوائل، في خيام خاصة للحريم، في
أماكن خاصة للأطفال ما شاء الله، حتى يعني إذا ضاع الولد ولا شيء يكلمونك على طول، فما شاء الله يعني استمروا ودائما يعني من أفضل لأفضل ما شاء الله. شدوا بعضكم يا فلسطين، شدوا بعضكم. مساء الخير يا وطنا يسير بمجده العالي إلى الأعلى، ويا أرضا عشقنا رملها والسفحة والشطآن والسهلة. ومثل ما تشوفون هذه الفعالية فعالية تقام كل سنة، ولا شك كل سنة نرى تطور، نرى دور في تفعيل التراث القطري وتفعيل العادات والتقاليد وتنميتها للأطفال وكذلك الكبار، وتذكيرنا بالتاريخ العريق، تاريخ الدولة اللي تأسس فيه يوم 18 ديسمبر سنة 1878 أسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني. فإحنا كمطوعين يوم دورنا مو بس تنظيم، بل أيضا إعطاء صورة وانعكاس مرآة تكون للزوار وللسياح وللضيوف كذلك. يعني سبحان الله على هالمكان مو نتكلم بس احنا عن وجود هالقطر، بعد عن مقيمين، وعن حتى اليوم الواحد يشوف جنسيات ثانيه يجون يسالون انتم شو تسوون هني، ايش هذا المكان، ايش اسم الخيمه هذا، ايش هذا البيت الشعر. ففرصه كبيره ان احنا نروج صوره طيبه عن دوله قطر الحبيبه، وكذلك ايش نرفع فيها هويتنا الاسلاميه اللي احنا نعتز فيها في كل مكان. نسال الله ان يديم الامن والامان، وان يجعل هذا البلد يعني امنا مطمئنا سائر بلاد المسلمين.